يقف ناظرا لحلمه والباب أمام الباب، لكنه لا يستطيع الدخول. مرتضى واحد ممن تزوج أبواه دون عقد محكمة، فلم يتحصل على أوراق ثبوتية تمكنه من التسجيل في المدرسة. صباح كل جمعة يتجه إلى أحد المنازل في منطقته بسبع قصور، منزل فتحه ملاكه كصف لمرتضى وعدد من الأطفال من أجل تقديم دروس محو الأمية لهم من معلمة متطوعة. أنا مرتضى، أجي يوم الجمعة حتى أدرس هنا، ما عندي مدرسة. ليش؟ ما عندي الأوراق، خاطر أسجل في المدرسة، ما عندي مدرسة، أجي هنا أسجل أقرأ. المنزل، المعلمة والأطفال، خيوط ثلاثة جمعها فريق تطوعي وبدأ بمبادرته. الفريق يعمل على تقديم المساعدة لأطفال لا يمتلك أباؤهم عقد محكمة لزواجهم، يعانون الكثير رغم ما يقدم لهم من جهود تطوعية. الزواجات هي عقد سيد أو رجل دين بدون تصديقها بالمحكمة، لذلك ما عندهم أوراق ثبوتية. لهذه الأسباب وغيرها، هذول الأطفال ما قدروا يلتحقون بالمدارس حالهم حال اللي بعمرهم. فإحنا سوينا فكرة هذا درس محو الأمية بهاي المنطقة، أم البيت العلوية متطوعة. أنا معلمة بإحدى المدارس الحكومية، أجيت تطوعيا أدرس هذول الشريحة من الأطفال الفقراء، فأحس بالبداية لقيت صعوبة وياهم، بس ورا يعني درس ورا درس ما شاء الله تحسنوا. عندي خمس طلاب راحوا للمدارس الحكومية. أطفال الزواج خارج المحكمة الخاسر الوحيد من مشهد فيه ورقة بين اثنين وحفل زفاف، تشير الإحصائيات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى لارتفاع بعدد الزيجات خارج المحكمة. ضعف دور السلطات في تنفيذ العقوبات بحقهم تحت عنوان الحفاظ على تماسك الأسرة أحد أبرز الأسباب لتزايد ظاهرة يشرعن لها مجتمعيا. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.